7 سنوات حنا عايشين في هاد البلاصه، واليوم جاوا لي بولين راه حقرونا هاد الناس وحوايجنا مليوحين، ولادي انا يومين هادي ما جاوش عندي. انت الله يجازيكم بخير، ها انتم تشوفوا حوايجاتنا فين كاينين، ها انتم كتشوفوا فينا راه حنا مكرفسين وراه حنا معذبين. انا 7 سنوات وانا عايشه في هاد البلاصه، واليوم جاوا هاد الناس ريبوا عليا وتعداو عليا وتكرفسوا عليا وشتوا لي عشي. راجلي عامين ما خدام، مريض. بنتي هي ملي شافت هاد الحاله ما شلات با تقرا، قالت لك صافي انا المدرسه ما بقيتش كندخل ليها. هي كتبات عند الجيران، كتبات عند هذاك السيد. ملي قلنا لها سيري للمدرسه وعندها التاسع هاد العام، قالت لك لا انا ما نمشيش للمدرسه ونجي نلقى هاد الحاله كذا. كتبكي ليا ما تلاتش بات ليا المدرسه. عندي 4 الاولاد، جوج مجوجين وجوج واحد عكاري، واحد راه ما تلاوش جاو ليا من الخدمه، كلشي هرب. حتى واحد ما تلاوش، قال لك هاد الحاله ما نعيشوش حنا فيها. الشباب خرجوا عليهم وخرجوا علينا وتعداو علينا 7 سنين باش بانين. وانا عندي دايره عمليه وبغيت ندير عمليه، وداكشي بغيت ندير به العمليه، بنيت به موحي لولادي، جاو طيحوا عليا حوايجي هما يعني كلشي مليوح. حيطمونا وكان باتوا داكشي اللي طيحوا كان باتوا فوقو ونضلوا فوقو. راه ما صناش فين غادي، راه ما صناش فين نمشيو. واش كاين شي حل فين نمشيو؟ نمشيو حنا راه قاعدين هنا دركا غير فوق هاد الياجور اللي ريبوا لينا، راه ما كاينش فين نمشيو. ها ولادي قاعد تشردوا، واحد تيبات كل واحد تيبات في جهه، اللي عنده شي واحد تيعرفو صاحبو تيمشي عنده تيبات. تنبات غير انا والمراه هنايا، وهاد البنيه هادي كتبات عند جاري هنايا. حتى حنا راه مسلمين، وحتى حنا كنسالوا الحق ديالنا من البلاد ديالنا. حتى حنا خاصنا نسالوا دار بالضو ديالها بالما ديالها. هادشي راه منكر كثير هادشي. اليوم محمد السادس حنا بغيناه يجي طالع بينا، ولادنا تيتشردوا ولادنا تيتعذبوا، هذا راه ماشي قانون. واليوم كنقول لك اللهم انا هذا منكر. وحقرونا وتهجموا علينا وتكرفسوا علينا، وجهنا لهم الله هو اللي غادي. راه عيب وعار هادشي اللي كيديروا. هادشي عيب وعار، انا راه جار هاد السيد. هذا جاري ومكرفسين عليه. شوف هاد الحاله فين بغى يبات. خاص السلطات تجي دير معنا حل واقعي. ما يجي يريتلونا ويخسروا الجيران يريتلوهم ويخلعونا حنا كساكنه. انا من الساكنه ديال الدوار الشرقي قياده سعاده، كنفيقوا الصباح على واحد الفاجعه ديال هاد الجار ديالي. جات السلطات ريبت لي هاد الدار، واليوم راه اصبح من المشردين. انا هو الجار اللي جابت جات باتوا عندي ولادو، واليوم تنطلبوا من سيدنا يلقى لنا الحل لهذا المشكل. هاد الدوار راه الناس ساكنه فيه سنين، كاين اللي 40 عام، كاين اللي 50 عام، كاين اللي 10 سنين، كله شحال. المصير ديالنا ما عرفناه كاع كي داير. حتى حنا واش حنا جالسين في بلاد الحق والقانون، ولا قاعدين في بلاد الظلم والعدوان؟ كبرنا هنا، حلينا عينينا هنا. الحقره هادي، وهاد الحقره هادي اللي حقرونا هاد الناس هادو، مالنا حنا؟ كيديروا معنا حل بني. شوف تنوجه لهم الله اخويا هاد الناس هادو، كرفسوا علينا، كرفسوا علينا. الشباب فين غيمشي؟ نار حلينا عينينا حنا هنايا في هاد البلاد هادي. يا الله عمرنا شفنا شي حاجه.